يعني على صعيد آخر أو على جانب تاريخي، والنهاردة بنتكلم في ذكرى وفاة المايسترو الأب الروحي لعشاق القلعة الحمراء الأستاذ الكبير صالح سليم. صالح سليم صاحب التاريخ الطويل من الإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرته كلاعب وكان يعني لاعب مشهور وشاطر جدا، أو كرئيس للنادي الأهلي الأكثر من دورة متتالية. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد ملامح أهم الملامح الخاصة بصالح سليم. اليوم ذكرى وفاة المايسترو والأب الروحي لعشاق القلعة الحمراء صالح سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2002 بعد صراع طويل مع المرض. يمتلك صالح سليم تاريخاً طويلاً من الإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرته كلاعب أو كرئيس للنادي، وبجانب الكرة والإدارة دخل حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة التي شارك فيها. ولد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم في 11 من سبتمبر عام 1930 بحي الدقي بالجيزة، وهو أحد أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية وأحد أعلام النادي الأهلي المصري. بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم الفريق الأول عام 1948. ظهر لأول مرة في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي بملعب الأهلي بالجزيرة، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم باكورة أهدافه الرسمية. استطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948. كذلك حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات، وأحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. وأصبح صالح سليم صاحب الرقم القياسي للتهديف الشخصي في مباراة واحدة بتسجيل 7 أهداف في شباك الإسماعيلي عام 1958، وصاحب الرقم القياسي في الفوز المتتالي بلقب الدوري 9 مواسم بالمشاركة مع توتو لاعب الأهلي. وعلى المستوى الدولي انضم صالح سليم لمنتخب مصر لكرة القدم عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الإفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960. تقلد صالح سليم منصب مدير الكرة ثم عضو مجلس إدارة ثم رئيس النادي الأهلي حتى وفاته. وفي فترة الستينيات كان صالح سليم أبرز الرياضيين في تاريخ مصر الذين نجحوا في عالم السينما بدوره في فيلم الشموع السوداء الذي شهد على موهبته الفنية، لكنه تعرض لنقد شديد من البعض وقتها، ما جعله يرفض استكمال مشواره في السينما مكتفياً بثلاثة أفلام فقط هي 7 بنات، الباب المفتوح، والشموع السوداء.